أنا الدعوة تلقيتها بمنتهى السعادة. يعني أنا بحب مصر، بس ما جيتش لمصر من تقريباً أكثر من 10 سنين. من أول ما وصلت حسيت بطاقة جميلة، وحسيت بتغيير جميل، وحسيت بمستقبل واعد. فأنا سعادتي لا توصف والله. فكتير حبيت تفاعل الحضور، حبيت التنظيم كان كتير مرتب، حبيت حتى المشروع نفسه فعلاً أيقوني مميز يعني مستوى عالمي، مش على مستوى محلي حتى أو إقليمي. أنا حابب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على صناعة العقار في مصر، لأنهم فعلاً عم بيبنوا بنية تحتية قانونية تشريعية جاذبة لكل رؤوس الأموال. إحنا عم نشهد الآن فترات صعبة وفي منافسة شرسة حول العالم لاستقطاب رؤوس الأموال، وأنا برأيي مصر نجحت بجدارة ببناء بنية تحتية جاذبة لأي مستثمر من أي جنسية. شركة دبي من الشركات القوية اللي نزلت في ماركت العاصمة الإدارية وعايزة تحقق اللي هو الإنشاءات الجديدة اللي هي على طريق دبي فعلا في العاصمة. فنزلت أول حاجة بمشروع اسمه كابيتال دبي مول، ده كنا نازلين بيه قويين جدا. بعد ما خلصنا 50% إنشاءات طرحنا للبيع. الإيفنت أول حاجة كان منظم جدا، اتشرح فيه المشروع بأسلوب مميز جدا، بحيث اللي هم ركزوا على أهم التفاصيل في المشروع وأهم الحاجات، القوى البيعية والقوى اللي هي تخلي الكلاينت يجي عندنا تفهمي وهو مستمتع عندي في المشروع، مش داخل المشروع وخلاص في العصر. بص، هو الايفنت كان مختلف، وانا دايما مؤمنه بالاختلاف، هو دايما الاختلاف بينجح. هم عملوا حاجه مختلفه في الماركت شويه، تمام، ان هم مش عاملين حاجه بروباجندا وشو على الفاضي، لا هم فعلا بيضيفوا للماركت حاجات كتير. فلا كان ايفنت هايل، وان شاء الله باذن الله نكسر الدنيا مع بعض از ديفلوبر وبروكرج ان شاء الله، ونحقق قصص نجاح كبيره باذن الله السنه دي مع بعض. ما شاء الله تنظيم محترم، اتشرفنا بناس كتير، تشرفنا بحد انفلونسر او حد مؤثر في القطاع العقاري في دبي اللي هو مهنا البديه. النهارده ان شركه تتبنى مفهوم دبي في بيع الباورز، تتبنى الديزاين، تتبنى انها تستدعي حد من دبي يجي يدي معلومات عن ازاي بيبيعوا في دبي، تتبنى الهاشتاج، كل ده معناه ان احنا على طريق صحيح في هذا المشروع. الايفنت كان جميل صراحه. يعني بعتقد اليوم دبي ديفلوبمنت عملوا خضة حلوة بالسوق المصري، بنسميها نحن بوزيتيف شوك. طبعا السوق العقاري المصري سوق ناضج جدا وكبير جدا. السوق العقاري المصري اضعاف الاسواق العقارية الموجودة في دول تانية كتير مجاورة لينا.